طبيعه الحال كنسمعوا باللي بزاف ديال الناس في مختلف المناطق في المغرب كيهضروا على فاس وكيهضروا على الجنانات بصفه خاصه بانها بلاصه ديال الجريمه ومكان ديال الجريمه. بالعكس اي بلاصه في المغرب مشيتي لا غتلقى فيها الجريمه. الجريمه ما كتتعلقش بالحومه. الحمد لله حنا في الجنانات الامور تحسنات بزاف في الجنانات تحسنات لنا الامور بزاف من ناحيه الامن. ولينا دابا كنشوفوا الامن كيدور في الحومه كامله تقريبا. ما بقيناش كنشوفوا داكشي اللي كنا كنشوفوا شحال هادي بنادم سكران وكيسب ولا بنادم هاز المسطره وكيسب. كاين بزاف ديال الدراري تخرجوا من الحومه كويريه تبارك الله اساسيده تبارك الله ممثلين بزاف ديال الناس تخرجوا من هذه الحومه هذه اللي هي الجنانات. والجنانات راه منطقه كبيره بزاف وصعيب انك تحكم على شي منطقه وانت ما زرتيهاش. دوك الناس اللي كيهضروا على الجنانات انه فيها غير الكريساج وفيها غير الجريمه وفيها غير كذا يجيو يزوروا هذه المنطقه ويشوفوها. راه حنا الحمد لله خوتنا كيدوروا ومواتنا وكل شيء ما كاينش اللي كيتعدى عليهم. ما كاينش داك التعدى ولا داك شي واحد كيحقر على شي واحد ولا شي حاجه. هذا الشيء الا كان غيكون كان شحال هذه. ولكن دابا الحمد لله تحسنت الامور تقريبا راه كاين هنا غير عائلات بيناتهم شي كيعرف شي وتا واحد ما كيتعدى على شي واحد وتا واحد ما كيقلل اللعب على شي واحد. عليكم تبارك الله على الشباب المغاربه كاملين والشباب الجنانات بصفه خاصه. بالنسبه للمنطقه ديال الجنانات راه اللي كنا واخدين عليها واحد السمعه اللي هي قبيحه لان فيها الاجرام وفيها الكريساج وفيها هادشي كان واحد الزمان قديم شويه. الان الحمد لله بعد الاطر الامنيه اللي ولات جديده عندنا في المدينه ديالنا الحمد لله الجنانات غادي في واحد طريق كما كيقولوا طريق الاصلاح. بالنسبه للشباب ديالها راه الحمد لله غاديين وكيتفقهوا. بالنسبه للامن الحمد لله خدام شحال ديال الامن ما كانش كيدخل للازقه دابا لحد الساعه الحمد لله كاين الامن كيدخل للازقه ديالنا يوميا كنشوفوا الدوريات صراحه الله خدامين وكنشكروا كل اللي كيسرع الامن ديال هذه المنطقه وكنشكرهم على المجهودات اللي كيبذلوها من اجل هذه المنطقه باش تكون امنه ومؤتمنه. الحمد لله الناس من هنا شباب خرجوا اطر عاليه في كره القدم لا في الاطر التعليم لا في اي حاجه. كاينين هنا شباب خرجوا من منطقه جنان القادم. السلام عليكم معكم عمر من منطقه جنان السراج. الحمد لله شحال هذه كان شويه ديال المشاكل كنا كنعانيو شويه دابا الحمد لله تحسنت الامور ولا الامن كيوصل الحمد لله. الامور غادي دابا شويه مزيان بدات كتحسن. لا شحال هذه كان شويه ولكن دابا لا ما كاينش هذا الشيء. هذا الحمد لله حتى كتشوف كان الاجرام كرامة توصلوش نتوما لهنا. الحمد لله الامور دابا مزيان ما كاين لا اجرام لا والو. عندنا الناس كتقرا على راسها اللي كيخدم كيخدم واللي مجرم ساعات ولا راه بعد شي مره كيبقى الغلط راه ماشي ضروري يكون عندنا حنا المجرمين هنا في هذه المنطقه. الامن الحمد لله هذه الايام هذه كانوا دوريات كيدخلوا المقاهي كيدخلوا الاحياء عندنا كنشوفهم بعينينا زعما ماشي غادي نقولوا شي حاجه ما شفناهاش ولا كيتوصلوا لهنا الحمد لله مزيان. بوش الابناء ديالهم ما كيصحوهمش بحال دابا خصهم ينبهوهم ملي كيكونوا صغار ينبهوه الدري الصغير ينصحوه اولدي ما تمشيش مع هذا وخا يشري لك الحلوى ولا حاجه ولا هذه راه حتى هما كيشريو له ولا والدي راه كيشريو له علاش غادي يمشي لبراني يشري له ما يخليهش يتدرجوا باش ما يوقعش في داك الشيء. هذاك خصهم ينصحوا الوليدات ديالهم وحدهم صغار يعني غيكبر عاد تنصحوا نصحوا وحدو صغير الا ما نصحتيش انت شكون اللي ينصحوا كيجي هذاك اللي براني ينصحوا ما يمكنش خصك تنصحوا. السلام عليكم اسمي اخويا الكامل محسن العدري انا من المنطقه ديال الجنانات اللي كلشي تيهضر عليها مؤخرا كلشي تيهضر على من اجل ان مهمشه بان فيها الاجرام هو بان ذاك هادشي غلط ماشي هاد البلاصه هادي كلها فيها اجرام لا بالعكس منطقه الحمد لله متوفر فيها السلطات البوليس الامن ما كاينش الاجرام اللي كيقولوا علينا الناس لا حنا ماشي مجرمين بالعكس اللي جيت تشوف فاسا خرجوا من الناس علماء مؤمنين كانوا بالدارجه فاسا ماشي مجرمين فاسا مؤمنين والحمد لله شحال هادي ما كانش بحال هكا طاكسي كتقعد عندنا طاكسي صغيره دابا الحمد لله طاكسي راه كتدخل كلشي تدخل الحمد لله يعني الجنانات تقدمت وتطورت لك الحمد الحمد ديما مره ما غاديش بحال يكون داكشي ديما اي بلاصه راه فيها مره الحمد لله ما بقاش غنقاوي بحال شحال هادي المخدرات تجاره المخدرات ما بقاش بحال شحال هادي هاد 5 سنين توالا الحمد لله داكشي ما بقاش اش كي كان شحال هادي بحال هادي بحال نقولوا كان داكشي كثير وفض السلطات الحمد لله هادشي ما بقاش رسالة نقول الناس من الجنانات ماشي كلهم كيعرفوا هما فهمتيني يعني كلشي كيهضر على الجنانات بان قبيحة مزيانات فيها الاجرام لا ماشي كامل ماشي كلشي بحال الدنيا طوب وحجر. نوصل واحد الرسالة وميساج للناس اللي كينتقدوا الجنانة بصفة عامة. جنانة اخوتي راه ماشي كلها فيها الاجرام ماشي كلها فيها القتيلة وكذا كيوقعوا بعض المناوشات اللي كيكونوا خارج على الارادة ديال بزاف ديال الشباب اللي كيخرجوا ما كيلقاوش مثلا الدعم والتوجيه وكذا كيخرجوا ديال الطريقة ديال الانحراف وكذا
كيوقع بزاف ديال المشاكل. جنانات اخوتي كما شاف الجامع وتبع ضادر صبهم في حجر الصحه هذيك الحملات ديال التوعيه وفهمتيني وديال تزيين الازقه، راه من فاس راه بدات وبالضبط الاحياء الشعبيه ومنا الجنانات وجنان القادره بالضبط. بالنسبه للامن كما كيعرف الجميع شحال هذه والناس ديال الحومه كانت واحد قله الامن، عدم الامن شبه تام، ولكن اليوم اللي كنلاحظوا فهمتيني واحد التكتل ديال الامن في حي الجنانات فهمتيني، ولا كيهبط لعندنا كيشوف كذا، وحتى الدراري بحال اللي نقولوا بالعربيه كار الدراري راه ولاو وعاو فهمتيني، ولاو وعاو غايه ولات ديك السمعه كما كيقولوا حوته كتخن شواري، هذه هي التالي. بنادم ولا كي واخد ديك الصوره فهمتيني خايبه بزاف على حي الجنانات، بغيت انا اي واحد يهبط يضرب دوره ويهبط يسول راك الا جيتي تالف ولا ما عندك الله يسر قطع بك الحبل وقفتي على الصغير فينا راه غيوصلك يعاونك فهمتي.